السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل النهارده الموضوع اللي فضلنا من التراك الاولاني، وبعد ما نخلص الموضوع ان شاء الله هنبدا نخش على التراك التاني. طبعا في موضوعين انا شفتهم، او في اتنين يونتس، مش موضوعين، اتنين يونتس كاملين انا شفتهم من التراك الاول، وهنكمل واحده منها في التراك التاني، والتانيه هنكملها في التراك التالت. ماشي؟ الموضوع اللي بقى لنا في التراك دون هنكمل ان شاء الله، اللي هو الفيم. فاكرين النانو لما كنا اشتغلنا عليه؟ نانو قلت لك النانو ده عباره عن فيري سيمبل تكست اديتور، يعني تكست اديتور بسيط جدا جدا جدا. ماشي؟ طيب، بما ان النانو ده بسيط قوي، فكانت الحاجه ان احنا، بما ان كل تلات ارباع شغلنا، تلات ارباع ايه؟ 90% من شغلك كسيستم ادمن بيكون كوماند لاين. ماشي؟ فانت غالبا مش زي ويندوز. ويندوز كل حاجه بتعملها جرافيكال يوزر انترفيس، عباره عن منيو تختار سيلكت نيكست نيكست فينش. ماشي كده؟ وهو اوتوماتيك بيكونفيجر كل حاجه عنده ويظبطها، وفي الاخر كل حاجه تبقى عندك ايه؟ اب اند رانينج. لكن في لينكس الموضوع مختلف شويه. في لينكس هتلاقي كل حاجه عندك عباره عن كونفيجريشن فايل، زي ما كنت قلت لك كده في الاول، ان في اللينكس قاعده بتقول لك everything is a file. فانت حتى هتلاقي السيرفيس اساسا ليها مش السيرفيس بس، تقريبا اي حاجه ليها configuration file. عايز تعدل اي حاجه هتعدلها عن طريق الconfiguration file ده. يعني مثلا عندك ويب سيرفر وعايز تعدل السيتنج، هتروح الconfiguration file تقول له عدل السيتنج بتاعتك يا سيدي. عندك اف تي بي برضه هتعدل السيتنج بالconfiguration file. فانت من اول النهارده كده هتلاقي نفسك كل يوم بتتعامل مع اثنين او ثلاثه configuration file بشكل شبه يومي، وغالبا بيكونوا جداد. ولو حتى كنت بصيت كده واحنا شغالين في الاول، كنت هتلاقي ايه؟ ان اليوزرز مثلا عندك على السيستم محطوطين في configuration file في اي تي سي، الجروبس برضو محطوطين في configuration file في اي تي سي. قال له ايه يا عم ده؟ معنى كده ان انت بما انك سيستم ادمن، فانت تقريبا هتقضي حياتك كلها عباره عن configuration files، عدل فيها وابلاي الconfiguration، عدل وابلاي الconfiguration، وهكذا. تمام كده؟ طيب، فانت هتكون محتاج جدا 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 وانت شغال لادفانس تكست اديتور عشان تقدر تتعامل مع الconfiguration files دي بشكل efficient. ماشي كده؟ طيب، بما ان انت محتاج ادفانس تكست اديتور، فاحنا في عندنا اتنين ادفانس تكست اديتورز موجودين عندنا. هنتكلم بشكل خاص على الفيم. ماشي كده؟ طيب، التكست اديتور التاني الادفانسد اللي موجود اسمه اي ماكس. اهو، تعالى كده نكونكت على الماشين عندنا، الماشين بتاعتنا كانت نات نتورك. حلو جدا. في عندنا اتنين ادفانسد تكست اديتورز موجودين هنتعامل معاهم في الكورس، في عندنا فيم وفي عندنا كمان ايماكس. حلو. اللي علينا في المنهج واللي هنتكلم عليه هو فيم. طيب، ايه موضوع فيم ده؟ تعالى كده نفتح بقى عشان اوضح لك الفيم ده شغال ازاي. بص يا سيدي، على عكس ما الناس بتقول ان الفيم صعب، هخليك تشوف ان الفيم، انا خليك بنفسك تقول هل الفيم ده سهل ولا صعب؟ بص، الاول اول حاجه اتعملت كان حاجه اسمها الفاي. الفاي ده كان اختصار لفيجوال اديتور. ماشي؟ الفاي ده بعد كده اتطور وبقى حاجه اسمها الفيم. تمام؟ يبقى اول نسخه كانت اتعملت كانت الفاي، وبعد كده الفاي ده اتكتب مرة ثانية واتطور بشكل كبير جدا وبقى اسمه الفيم. خلاص؟ الفيم بيسموه كده انهانسد فاي، يعني نسخة مطورة من الفاي بكل بساطة. واضح كده؟ طيب، جميل. ايه بقى موضوع الفاي ده؟ بص، الفاي ده زيه زي نانو بالظبط. فاكر نانو؟ لما كنت بتقول له نانو واسم اي ملف، لو الملف موجود ها بيعمل ايه؟ بيفتحه. يعني لو فاكر كده معايا، تعال مثلا كده نانو لملف اسمه فايل واحد، اهو
لو الملف موجود بيفتحه لك، لو الملف مش موجود ها بيكريته، بيعمل كريات للملف. نفس النظريه بالظبط الفاي، خد هنخرج بقى الفاي، لو الملف موجود ها بيفتحه لك، لو الملف مش موجود ايه اللي بيحصل؟ ها لو الملف مش موجود بيتكريت بس كده، تمام. طيب الفاي او اسف النانو كان سهل قوي في التعامل، لو انت فاكر كده اهو ادى النانو اهو، افتح النانو وابدأ اعدل زي ما انت عايز، اكتب اللي يعجبك، اي كلام بقى كلام له معنى ملوش معنى دي مش مشكلتي، لو انت بتعامل وبتكتب مع النانو من غير اي مشاكل اهو، صح كده؟ تعمل كده كنترول اكس. طيب الفاي بقى ادفانسد شوية، ازاي بقى؟ بص لي كده، الفاي او الفيم وهو شغال في ثلاثة مين مودز موجودين عندنا. اول مود عندك لما بتفتح اي ملف اسمه الكوماند مود، يبقى اول ما بتفتح الملف بتلاقي نفسك واقف هنا. طيب عشان تعدل اي حاجة لازم تروح لحاجة اسمها الانسرت مود، خلاص. طيب علشان تسيف اللي انت عملته او تخرج من الملف او تخرج من غير ما تسيف، فانت لازم تعدي على حاجة اسمها الاكسكيوشن مود، مش كده؟ يبقى انت في عندك ثلاثة مودز، ها ثلاثة مين مودز موجودين مع الفاي او الفيم، في ثلاثة مين مودز موجودين مع الفاي او الفيم. من الديفولت مود بتاعهم اول ما تفتح اي ملف هو الكوماند مود، تمام كده؟ طيب الكوماند مود بيسمح لك بس ان انت تفيو او تنافيجيت الملف، يعني تتحرك في الملف، اقرا بس اقرا بس، بيسمح لك تقرا بس، تمام؟ اطلع فوق انزل تحت روح يمين روح شمال، بس ما بيسمح لكش ان انت تعدل اي حاجه، مش كده؟ يبقى الكوماند مود كده باي ديفولت بيسمح لك ان انت تعمل ايه؟ ها تقرا الملف. طيب عايز تعدل اي حاجه في الملف لازم تروح لمين؟ ها عايز تروح لمين؟ للانسرت مود. طب اروح للانسرت مود ده ازاي؟ قال لك والله يا اما تضغط زرار انسرت في الكيبورد يا اما تضغط زرار اي في الكيبورد، اي واحد من الاثنين، اي او انسرت، عارفين زرار انسرت في الكيبورد هو الزرار ده، او اي، اي حرف الاي، وضحت؟ مش كده؟ طيب لو عايز ترجع من الانسرت مود للكوماند مود، ها لو عايز ترجع انت خلاص عدلت اهون، عايز ترجع تفيو بقيه الملف، ها قال لك اضغط مين يا عم؟ اضغط سكيب، اضغط سكيب، ماشي كده؟ يبقى لو عايز ترجع من الانسرت مود تروح للكوماند مود اضغط سكيب، تمام؟ طيب دلوقتي انا عدلت في الملف، انا عدلت في الملف وبعد ما عدلت رجعت للكوماند مود مرة تانية، يبقى انا بقيت هنا بعد ما ضغطت سكيب بقيت هنا، ماشي؟ طيب انا عايز اروح للاكسكيوشن مود، ها علشان اسيف اللي انا عملته، ما انت بدام انت عدلت حاجة لازم تاكسكيوت، لازم تقول الفاي او الفيم نفذ لي السيف، اعمل لي سيف، خلاص. عشان تروح من الكوماند مود للاكسكيوشن مود محتاج تقول له كده نقطتين، اضغط نقطتين، عارف النقطتين اللي هي الشيفت والكاف لو عندك كيبورد عربي، ها ماشي كده؟ في مشكلة؟ طيب طب انا هاكسكيوت ايه يا عم؟ ايه اللي ممكن اكسكيوته؟ هقول لك بس في الاول كده خلينا ابسط حاجة، ممكن اقول له بعد ما ضغطت نقطتين هقول له كده رايت دبليو، معناها ها اعمل لي رايت للملف، اعمل لي سيف. طيب ممكن اقول له كمان كيو، كيو يعني اعمل لي كويت، اخرج من الملف. طيب ممكن اقول له رايت وكويت في نفس الوقت، او ممكن اقول له ها كويت وبعد كده اكسكلاميشن، علامة التعجب دي معناها كويت وزاوت سيفنج،
يعني انت عدلت حاجات في الملف بس انت مش محتاج تسيف الكلام ده. اهو يبقى تاني بكل بساطه الفاي او الفيم، ها تكست اديتور عادي جدا اوتوماتيك، اول ما بتفتح اي ملف لو الملف موجود ها بيفتحه لك يوريك الكونتنت بتاعه، لو الملف مش موجود بيكريته. طيب كلام جميل، لو قلت له فاي او فيم لاي ملف سواء موجود او مش موجود اوتوماتيك هيوديك فين؟ هيوديك فين؟ في الكوماند مود. طب عايز كوماند مود بيسمح لك تعمل ايه؟ فيو الملف بس، هتفيو الملف بس. طيب عايز تعدل في الملف لازم تروح لمين؟ للانسرت مود. طيب خلصت كتابه لازم ترجع لمين؟ للكوماند مود. اعتبر ان ده عباره عن كوبري وده كوبري تاني، طالما رحت من الكوماند او انت كنت في الكوماند عايز تروح للانسرت لازم تضغط اي او انسرت. طيب انت كنت في الانسرت وعايز ترجع للكوماند لازم تضغط اسكيب. طب انت رجعت للكوماند مود مره تانية عايز تروح للاكسكيوشن مود اضغط ايه؟ نقطتين. طيب بعد كده عايز تنفس حاجه، والله خد الاربع حاجات اللي في الاول دول، يا اما تقول له رايت يعمل كويت، رايت كيو كيو بيعمل كويت، دبليو كيو بيعمل رايت وكويت، او كيو بعد كده علامه التعجب دي معناها ها كويت وزاوت سيفنج، ماشي كده تمام. طيب تعال كده نجرب الكلام ده بسرعه، تعال كده نجرب الكلام ده. ممكن كده اقول له فاي او فيم لملف، فاي وليكن الملف اللي اسمه فايل واحد اللي انا كنت شغال معاه لسان جوي. بص انا كده في انهي مود بالظبط؟ شايف انا كده في انهي مود؟ والله انا قلت لك في الاول خالص اول ما بتفتح الفاي او الفيم بتبقى اوتوماتيك في انهي مود؟ في الكوماند مود. يبقى انت دلوقتي فين؟ احنا هنا دلوقتي، احنا في المكان ده، احنا في الكوماند مود خلاص. طيب بص لي كده هتلاقي في معلومات تحت معروضه لك، زي مثلا ايه؟ شايف ايه؟ اسم الملف، والملف ده فيه كام في كام سطر؟ عندك 20 لاين، 20 سطر، شايف؟ عندك 20 سطر. طب عندك كام كاركتر؟ عندك 128 كاركتر في الملف ده، يعني في 128 حرف داخلين في الملف ده، ماشي؟ طيب 1.1 عارف كوما واحد؟ 1.1 دي معناها ايه؟ ها 1.1 دي معناها ايه؟ ها معناها ان الكيرزر في السطر الاولاني عند الكاركتر الاولاني. بص كده لو حركت الكيرزر يمين وشمال بص قال لك انت بقيت في السطر الاول عند الكاركتر رقم 2، وصلت كده؟ طب بص لو نزلت لتحت قال لي انت بقيت في السطر الثاني اهو الكاركتر رقم 2، طب كده السطر الثالث، شايف؟ يبقى الكوماند مود بيسمح لك ان انت تعمل ايه؟ ها تنافيجيت الملف اهو، شايف انا عمال اطلع وانزل بروح يمين بروح شمال بتنطط براحتي زي ما انا عايز. بالمناسبه في كلمه اول دي، عارف كلمه اول دي معناها ايه؟ بكل بساطه ان اللي معروض لك ده هو الملف كله على بعضه، لو الملف ده اكتر من صفحه هتلاقي رقم الصفحه معروض لك تحت هنا، لو الملف ده كبير قوي الملف ده 5 صفحات مثلا ولا حاجه هتلاقي رقم الصفحه معروض لك هنا، ماشي كده؟ ها وضحت الحكايه دي؟ تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعدل في الملف، عشان تعدل اضغط ايه؟ اضغط اي او انسرت. بص هو اوتوماتيك قال لك ايه؟ قال لي انت بقيت في انهي مود دلوقتي؟ ها شايف؟ قال لي انت بقيت في الانسرت مود. طيب تعالى كده النافيجيت، بعدل. طب انا خلصت تعديل، طالما خلصت تعديل لازم ترجع لمين؟ ها ارجع للكوماند مود. ترجع ازاي؟ اضغط سكيب. وصلت؟ ها واضحة؟ طيب كلام جميل ممتاز ممتاز جدا. طيب ضغطنا سكيب يا سيدي، ضغطنا سكيب انا كده رجعت للكوماند مود مرة تانية. طيب عشان اخرج من الكوماند مود اروح للاكسكيوشن مود، عشان اخرج من الكوماند مود اروح للاكسكيوشن مود اعمل ايه؟ نقطتين اهو، شايف النقطتين اتكتبوا معاهم، وشايف الكيرزر واقف مستني ايه؟ الكيرزر واقف مستنيك دلوقتي تدخل له حاجه. ها ايه الامر اللي عايز تنفذه؟ ممكن اقول له نفذ لي امر السيف، يبقى هقول له ايه؟ رايت دبليو اعمل لي رايت،
بص كده دبليو اهو، ضغطت انتر، بص قال لي تحت ايه اللي حصل، ها ريتن، وبص عدد الكاركترز بتاعك ايه اللي حصل له، ها زاد برضو. انا عندي من شويه مش عارف كان كام، 100 حاجه و40، دلوقتي زاد اهو. وضحت؟ خلي بالك بمجرد ما بتضغط انتر بيخرج من الاكسكيوشن يرجعك مره تانية لمين؟ يعني انا كده نفذت الامر، اول ما الامر بيتنفذ بيرجعك مره تانية لمين؟ للكوماند. ها وصلت كده؟ ها ممتاز، طيب كلام جميل. طيب انا دلوقتي رجعت للكوماند مود، عايز اروح للاكسكيوشن مود مره تانية، اضغط نقطتين كمان كده رجعت الاكسكيوشن مود. طب المره دي عايز اخرج من ملف، ها هضغط كيو، كيو عشان ايه؟ كويت، بص كده انتر، خرج من الفيم اهو. ها وضحت؟ صعبه. كمان مره، كمان مره اهو فيم لملف، ضغطت انتر، ادي الملف اتفتح اهو، ماشي كده. انا كده في انهي مود؟ في الكوماند مود. عايز اروح للانسرت مود، ها هضغط اي او انسرت اهو، بعد كده اتحرك زي ما انت عايز، اكتب له اللي انت عايزه. بعد ما خلصت عايز تروح ها للكوماند مود، اضغط سكيب. طب عايز تروح للاكسكيوشن مود، نقطتين. طب عايز تكسكيوت حاجة، المرة دي هقول له مثلا رايت وكويت، دبليو كيو، دبليو كيو ها هيرايت ويكويت في نفس الخطوة، بدل ما يسيف مرة وبعد كده يكويت في مرة تانية، أو تضطر تقول له كويت بعدها في خطوة تانية. يبقى رايت وكويت كده إيه؟ ها بيسيف الملف وبيخرج منه على طول، بدل ما كنت تقول له رايت على خطوة وبعد كده كويت على خطوة تانية. وصلت كده؟ طيب ثانية واحدة، تعال افتح الملف كمان مرة. أنا كده برضو في أنهي مود؟ في الكوماند. طيب تعالى كده أقول له دخلت الانسرت، من الانسرت عايز أرجع الكوماند، اضغط سكيب، من الكوماند عايز أروح للإكسكيوشن، اضغط ها نقطتين. من الاكسكيوشن دلوقتي انا اكتشفت ان انا عدلت الملف، بس المره دي مش عايز اعمل له سيف. بص كده انا عدلت في الملف وضفت له سطر جديد، بس المره دي مش عايز اعمل له سيف. ها ها لو انت جيت تتذاكى بقى على الملف كده وتقول له كويت وانت كنت عدلت، بص كده واحد جه يتذاكى، بص هيطلع ايه؟ هيديك على وشك بالقلم ويقول لك استنى عندك اد ايه، ها اد اكسكليميشن تو اوفر رايد، يعني من الاخر انت عدلت في الملف ده وعايز تخرج. لا 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 خلي بالك، انت لازم تقول لي بشكل اكسبليسيت ان انت مش عايز تسيف الكلام ده. فالمره دي هضغط انت كده، خلي بالك وارجعك لاني مود، رجعك للكوماند مود، اضغط له نقطتين مره تانية وقول له كده كيو، وبعد كده علامه ايه التعجب دي، كيو اكسكليميشن يعني كويت وزاوت سيفنج، اخرج من غير ما تسيف. بص كده المره دي خرج اهو. طب بص لي كده لو جيت تحت الملف هل السطر اتسيف؟ ها ده اللي كنت عايزه، ايه رايك؟ حد عنده اي مشكله؟ ها واضحه؟ لو حد عايز نعيد حاجه ما عنديش اي مشاكل. ممتاز جدا، ممتاز. طيب بص لي بقى كده يا سيدي، والله الفاي والفيم ده حلو قوي. بص لو عايز تسيرش على اي كلمه تعجبك، عايز تسيرش على اي كلمه، تعالى عشان اسهل لك الدنيا، عشان اسهل لك الدنيا، تعالى كده كوبي اي تي سي باسورد، هحطها في المكان اللي انا فيه اهو. انا خدت كوبي ملف فيه شويه داتا مكتوبه عشان اوريك بقى، عشان اوريك بعينك. بص لي كده، ده ملف فيه داتا، ها تمام كده. الملف ده فيه كام لاين؟ عندك كام لاين هنا؟ 46 لاين. طب فيه كام كاركتر؟
2400 كاركتر، 2405 تحديدا، ماشي كده، اسمه باسورد، وانا الكيرزر بتاعي واقف في السطر الاول عند الكاركتر الاول. طب كلام جميل. طب بص لي يا سيدي، انا عايز اعمل سيرش على كلمة معينة، زي مثلا كلمة وليكن باش. انا عايز اعمل سيرش على كلمة باش، ها اعمل ايه؟ عايز اعمل سيرش على كلمة باش. شايف انا كده في انهي مود اصلا دلوقتي؟ خلي بالك انا في انهي مود دلوقتي، انا في الكوماند مود. هضغط كده سلاش، بدل ما اقول له نقطتين، ها بدل ما اقول له نقطتين عشان اخش الاكسكيوشن، لا هضغط بس سلاش كده وانا في الكوماند مود، واقول له انا عايز اسيرش مثلا على كلمه يا سيدي زي باش. بص عمل ايه، ها بص عمل ايه، خلى الكيرزو نط على ايه، الكيرزو نط على ايه، على اول نتيجه لقاها. طب لو عايز اروح لتاني نتيجه اضغط بس كده ان، شايف ان بيعمل نيو ريزلت، او مش نيو ريزلت، نيكست ريزلت، ان بيجيب لك النيكست ريزلت. خلاص شايف ايه اللي بيحصل، بيتنقل في الملف. طيب كلام جميل. طب انت دلوقتي كنت وقفت كده عند الريزلت رقم 3 ولا 4 ولا 10، وعايز تطلع للبريفيوس ريزلت، عايز تروح للبريفيوس ريزلت، للريزلت اللي قبل كده، تستخدم ان كابيتال. شايف المره دي بيطلع لفوق، يبقى ان سمول بيجيب النكست ريزلت، ان كابيتال بيطلع لمين يا عم؟ ها للبريفيوس ريزلت. عايز اعمل مثلا سيرش على كلمه زي نو لوجن، شايف ان بيجيب النكست ريزلت، ان كابيتال ها بيعمل ايه، بيوديك للبريفيوس ريزلت. تمام كده. بالمناسبه استخدم لو عايز تسهل الدنيا على نفسك، بدل ما تقعد تضغط كابس لوك، ممكن تستخدم شيفت والحرف، شيفت واي حرف بيخليه كتب كابيتال، فلو عايز تسهل الدنيا على نفسك يعني، مش كده؟ حد عنده اي مشكله؟ يبقى لو قلت لك عايزك تسيرش على كلمه معينه، تعرف تسيرش على اي كلمه بسرعه كده وانت واقف في الفاي او الفيم؟ ها طيب كلام جميل. طيب بص لي بقى كده يا سيدي، بص لي بقى كده، تعالى كده هخرج من الملف، طيب بص لي على شويه تاسكس دي، تعالى افتحه كده تاني بسرعه، معلش تعالى افتحه تاني كده بسرعه، هتلاقي نتيجة آخر سيرش لسه مظللة، ماشي؟ خليك فاكر الحكاية دي. نتيجة آخر سيرش لسه مظللة، بس أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز لو ضغطت له كده أي، بالمناسبة قبل أي حاجة، شايف كده ايه اللي بيحصل؟ الكيرزر بيتحرك صح؟ على فكرة أنا مش بستخدم، لو حد فيكم قاعد معايا دلوقتي وشايفني، أنا مش بستخدم الأسهم طالع ونازل، أنا مش بستخدم الأسهم أطلع وأنزل وأروح يمين وأروح شمال، لأ أنا حرف الإتش، الإتش بيعمل إيه؟ ال بيوديك ليفت، حرف ال اللي بيوديك شمال، حرف الاتش بيوديك يمين، شايف ال اللي بيوديك شمال، الاتش بيوديك يمين، الجي بينزلك لتحت، الكي بيطلعك لفوق اهو. لو حد فيكم كده جيم ماستر يعني، لو حد فيكم كده بيحب الالعاب، حد فيكم فاكر الشورت كاتس بتاع الالعاب دي؟ ها حد فاكرهم؟ سلام، كانت ايام زمان. فانت هتلاقي عندك ال بيوديك شمال، الاتش بيوديك يمين، الجي بينزلك لتحت، الكي بيطلعك لفوق، ماشي كده. اللي عارف الحكايه دي فيكم، اللي كان عنده جهاز كمبيوتر واحد وبيلعب زوجي، حد فاكر الحكايه دي؟ كان في واحد بيمسك الحروف دي وواحد تاني بيمسك الحروف الاي والاس والدبليو والاكس. ايوه ما علينا، نرجع تاني، ماشي.
ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ اه بص لي بقى كده، يبقى ممكن تستخدم، يبقى ممكن تستخدم ايه؟ ها، يا اما اليمين والشمال وفوق وتحت، او ممكن تستخدم الاتش والجي والكي والال. تمام. طيب حاجه كمان، بص لي كده، انا عندي لاين، انا عندي لاين، شايف السطر ده كله كده؟ او قبل حتى ما يكون عندي لاين، بص لي لما اضغط اي ايه اللي بيحصل؟ ها، بص لي لما اضغط اي ايه اللي بيحصل؟ وداني الانسرت مود. تمام. دلوقتي في مشكله كبيره جدا، عارف هي ايه؟ انه لما دخلني في الانسرت مود وداني الانسرت مود في نفس المكان اللي الكيرزر واقف فيه بالظبط. حد واخد باله؟ طب انا عايز اقول له يا عم دخلني انسرت مود بس ما تخليش الكيرزر واقف في نفس المكان، ده انا عايزك تدخلني انسرت مود في اول السطر. ها، تاني هاو، هقفل الملف، تعالى صعبها لك اكتر كمان، يا تعالى صعبها اكتر. بص لي كده، بص لي كده، انا دلوقتي الكيرزر واقف هنا صح؟ انا الكيرزر واقف هنا ماشي كده؟ عايز اقول له عايز اخش الانسرت مود. عشان تخش الانسرت مود كنت بتعمل ايه؟ كنت بتضغط اي او انسرت صح؟ طب انا عايز اقول له انا عايز ادخل انسرت مود بس في سطر تحت اللي انا واقف فيه. ها، انا عايز اقول له في سطر تحت اللي انا واقف فيه، يعني بدل ما اقول له كده انسرت واقعد احرك الكيرزور لحد الاخر وبعد كده اخد سطر جديد ابدا اكتب اللي انا عايزه، انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز اعمل كده، لا انا الكيرزور بتاعي في الاول اهو، بس عايز اقول له دخلني انسرت مود في سطر جديد فاضي تحت اللي انا فيه، اضغط بس كده او، شايف او؟ ها، بيفتح لك نيو، بيوديك الانسرت مود الاول وبيفتح لك نيو لاين تحت اللي انت واقف فيه. وصلت؟ ها، وضحت الحكايه دي؟ ها، واضحه ولا ايه؟ طيب كلام جميل، ارجع تاني. طيب انا عايز اعمل العكس، انا عايز اعمل العكس، انا عايز اقول له بدل ما تدخلني انسرت مود في سطر فاضي تحت اللي انا فيه، لا دخلني سطر فاضي فوق اللي انا فيه. ها، هعمل ايه؟ او كابيتال، او كابيتال هتعمل العكس، يبقى او هيدخلك انسرت مود في سطر تحت اللي انت فيه، لكن او كابيتال هيعمل لك سطر فاضي فوق اللي انت فيه. ها، وضحت؟ في مشكلة كده؟ طيب كلام جميل، ارجع تاني. راح فين يا سيدي؟ راح فين؟ راح فين؟ بص لي بقى كده كمان، بص لي كده، انا عندي سطر موجود اهو، انا عندي سطر موجود، عايز اعمل كابي للسطر ده، انا عايز اعمل كابي للسطر ده، عايز اعمل له كابي. هنستخدم حرف الواي، الواي دي معناها، الواي دي معناها الواي معناها يانك، يانك دي في اللغة الإنجليزية نفسها هي المعنى الاصلي لكلمة كوبي، يعني ياخد نسخة تانية منها. خلاص؟ كلمة كوبي دي كانت نسخة، يعني المصطلح الظريف بتاع كلمة يانك. ماشي كده؟ فعلا روح لجوجل ترانسليت وشوفها بنفسك. هتلاقي يانك الحاجة يعني بياخد نسخة تانية منها، وفضل المصطلح ده من الثمانينات لحد النهاردة موجود. فضل المصطلح ده موجود من الثمانينات لحد النهاردة. ماشي؟ فهي يانك هي المرادف لكوبي موجود عندنا. فلو انت عايز تعمل كابي لسطر او تعمل يانك لسطر، ها، ممكن تستخدم ايه؟ واي واي، واي واي بيعمل له يانك او بيعمل له كابي. طب لو عايز تعمل له بيست، اضغط، ها، بي، شفت اهو؟ يبقى تاني كده اهو،
يبقى لو عايز تعمل كابل سطر اضغط واي واي هيعمل له ايه؟ يانك. طب بي هيعمل له بيست، هيلزقه يعني بكل بساطة. السطر كله كامل، واي واي بياخد السطر كله كامل اهو. تعال اخد كابي من السطر ده واي واي، عايز اعمله بيست بي، شايف؟ مش اللي بعد المؤشر. تعال المرة دي اخلي لك المؤشر يا عم هنا في النص، واي واي بي، شايف؟ ايه رأيك؟ ها كلام جميل. طيب تعالى نرجع الكلام ده. انا المرة دي عايز اعمل العملية اصعب، انا عايز اخد نسخة من ثلاث سطور مش من سطر واحد. يعني انا عايز اخد اول ثلاث سطور كده كابي اهم، عايز اخد الثلاثة كاملين كابي. ها هقول له ايه؟ هقول له بكل بساطة 3 واي واي. بص تحت كده قال لك ايه؟ هو نفسه بيقول لك يعني 3 لاينز ينجد، يعني في ثلاث صورة نسخت يعني، خلاص؟ فلو عايز اي عدد ممكن تقول له كده ال n واي واي، حيث ال n دي هو عدد المرات اللي عايز تاخد منها او عدد السطور اللي عايز تاخد منها كابي. مثلا 3 واي واي، 10 واي واي، 5 واي واي، وهكذا. ماشي؟ تعالى كده. عايز تعمل بيست بعد ما خدنا يانك كده، تعال مثلا انزل تحت هنا عشان تشوف الفرق واقول له بي. بص عمل لي ايه؟ مش دول الثلاث سطور اللي كنت بقول له خدهم لكابي؟ مش هم دول؟ هم دول هم دول ولا لا؟ ها شايف؟ ايه رايك؟ ها وضحت؟ يبقى لو عايز تكابي سطر واحد هتقول له ايه؟ واي واي بس. طب لو عايز تكابي اكتر من سطر، والله حدد له الرقم قبل واي واي. طيب تعالى ناخد حاجة كمان، تعالى كده. ممكن اقول له يا سيدي انا عايز اخد كات من السطر ده، انا عايز اعمل كات للسطر ده. ها عايز اعمل كات للسطر ده، والله بسيطة جدا. عندك دي دي اهو. طب عايز تعمل له بيست بي، شفت ايه اللي حصل؟ يبقى لو عايز تعمل كات لاي سطر استخدم دي دي، خلاص. وعايز تعمله بيست برضو بي، ماشي كده؟ تمام اهو. تعال اخد السطر ده بتاع ميل ده مثلا، عايز اخده كات دي دي. طب انا عايز احطه تحت بين ده، عايز احطه تحت بين بي. ايه رايك؟ طب لو عايز اخد كات لخمس سطور، الخمس سطور الاولانية دول 1 2 3 4 5، هقول له ايه؟ 5 دي دي. طب عايز اعمل لهم بيست تحت خالص، هقول له ايه؟ بي. بص كده ها، كل ده انا في الكوماند مود، كل ده انا في الكوماند مود. خلاص كده ها. طيب كلام جميل. عايز اقول لك على حاجة كوميدية بقى كمان. انت تخيل، تخيل انت الملف بتاعك فيه 400 سطر، الملف بتاعك فيه 400 سطر، وعايز تروح ها، عايز تروح لايه؟ للسطر رقم 15. هتقعد بقى تسكرول كده لحد ما تطلع للسطر 15. طب الملف بتاعك 900 سطر وعايز تروح للسطر رقم 300، ايه يا عم العذاب ده؟ ولا سطر 337؟ طب وليه العذاب ده يا عم؟ اقول لك والله الكونفيجريشن فايل فيه بارامتر معين في السطر ده لازم تعدله، فانت عايز تروح للسطر ده تحديدا. ها ساعتها هتعمل ايه؟ والله الموضوع بسيط. بص كده المره دي هروح لمين؟ هروح للاكسكيوشن مود. المره دي هروح للاكسكيوشن مود واقول له انا عايز اروح للسطر رقم وليكن 13. بص ايه اللي حصل للكيرزر، خلى الكيرزر نط على السطر رقم كام؟ ها خلى الكيرزر نط على السطر رقم كام؟ 13 اهو. طب انا عايز اروح للسطر رقم 17، روح للاكسكيوشن مود ضغطت نقطتين اهون واقول له عايز اروح للسطر رقم 19 اهو. بص
بص الكيرزر اوتوماتيك نط فين المره دي اهو. طب عايز اقول له روح للسطر رقم 37 اهو، روح الاكسكيوشن مود نقطتين 37، ايه رايك؟ صعبه؟ طيب كلام جميل حلو. عايز تحط، عايز القيم بتاع الايه، عايز تشوف الارقام، عايز تشوف ارقام السطور. والله يا ابني سهله جدا، احنا دلوقتي في انهي مود؟ في الكوماند مود. روح للاكسكيوشن مود كده وقول له set number، ايه رايك؟ ها تمام كده، حلو جدا. طيب عايز تلغي ارقام على فكره الارقام دي ما اتضافتش للملف، دي الارقام دي ليك انت بس عشان توريك التفاصيل الرقم كام، ده ما اتضافتش للملف حرفيا. طب عايز تلغي الارقام دي يا عم؟ انا مش عايزها يا عم، انت انا كده هحول نفسي بقى ولا ايه؟ انا مش فاهم، هي الارقام دي مع الملف ولا بره ملف ولا ايه بالظبط؟ هقول لك لا بسيطه قوي، روح للاكسكيوشن مود مره ثانيه نقطتين اهون وقول له كده set no number، رجع الملف زي ما كان اهو، هو اصلا زي ما كان، هو انا بس لغيت بس الارقام اللي كانت في الجنب دي، دي كانت ارقام توضيحيه ليك عشان توريك رقم ايه، رقم السطر اللي انت فيه. ايوه الفيو بس هي اللي كانت مختلفه، الفيو بس هي اللي كانت مختلفه. ماشي طيب كلام جميل جدا، الله يفتح عليك. ماشي يا سيدي ماشي. ايه ايه كمان؟ بص لي كده، بص لي كده، انا جيت رحت عامل كده واي واي بي، وبعد ما عملت قابل السطر ده اكتشفت ان الخطوه الاخيره اللي عملتها دي فيها حاجه غلط، الخطوه الاخيره اللي عملتها دي فيها حاجه غلط، عايز اعمل اندو، اضغط ايه يو، يو بيعمل لك اندو، شايف؟ ها يو بيعمل لك ايه؟ اندو تاني تاني. انا جيت عملت دي دي للسطر ده، مسحت السطر وافتكرت قال لا لا ده المفروض ما كنتش همسحه، ها عايز تعمل اندو اضغط يو، يو بيعمل اندو، ماشي كده وضحت؟ طيب كلام جميل. بالمناسبة هوريك اهو، ثواني بس واحدة واحدة، اصبر على رزقك. لو انت عايز تعمل ديليت لورد كاملة كنت تقول له كده دي دبليو، بص ايه اللي حصل، ديليت وورد دي دبليو. طب اندو تاني اهو كمان مرة دي دبليو، بص ايه اللي حصل، ديليت لورد يعني. ماشي اعمل اندو. طب لو عايز تديليت لاين، اسف تديليت لتر دي ال، وانت في الكوماند مود شايف تاني، عايز تمسح كاركتر واحد بس، لتر واحد بس، دي ال ديليت لتر يعني. طب اندو يو اهو. طب عاوز تمسح من المكان اللي انت فيه بقيه الكلمه دي دبليو، قلت لك دي دبليو بيمسح ايه، ها بيمسح الكلمه دي. طب لو انت كنت واقف في نص الكلمه بيمسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهايه الكلمه، وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ماشي كده. طيب كلام جميل، بصوا لي بقى تعمل اندو كده، خلاص رجع ملف الاصل مره ثانيه. انا عايز اقول له يا سيدي امسح لي من السطر رقم 7 للسطر رقم 10، انا عايز امسح من 7 ل 10. ها والله عندك حل سهل وحل تاني بتصعبها على نفسك، هتعمل ايه؟ الحل اللي هتصعبها على نفسك لازم تخلي الكيرزر يروح للسطر رقم 7 وبعد كده اعمل له 3 دي دي. ده ممكن حد يفكر في حل زي كده. وفي حل تاني اسهل، روح للاكسكيوشن مود اهو وقول له من 7 الى 10 اعمل لهم ديليت، شايف؟ 7 كوما 10 يعني من 7 ل 10 اعمل ديليت، بص كده. ايه رايك الثلاث سطور طاروا ولا لا؟
ها وضحت؟ ها يا شباب واضحة ولا ايه؟ تاني انا عايز اقول له خد لي من السطر رقم وليكن من السطر رقم 37 من السطر رقم او من السطر رقم 32 ل 37 من 32 ل 37 هقول له كده. هروح الاكسكيوشن مود الاول هقول له من 32 لحد 37 اعمل لي ديليت. شفت؟ قال لك 6 فيور لاينز اهو. بص الملف بتاعك بقى كام سطر دلوقتي؟ ها فاكر مش كان حاجه 40 سطر دلوقتي؟ طيب تعال اعمل اندو كده رجعت الحاجه زي ما هي هي. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني؟ بص انا عايز اقول له اصعبها اكتر. انا الكيرزر بتاعي واقف هنا ماشي كده؟ الكيرزر بتاعي واقف هنا، واقف في السطر رقم كام؟ ها في السطر رقم 20. عايز اقول له امسح لي من السطر رقم من المكان اللي الكيرزر واقف فيه، ها من المكان من السطر اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهايه الملف. عايز اقول له من الكيرزر من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهايه الملف امسحه لي. هعمل ايه؟ روح للاكسكيوشن مود قول له من المكان اللي الكيرزر واقف فيه معناها دوت كوما نهايه الملف. نهايه الملف معناها دولار ساين. يبقى دولار ساين معناها نهايه الملف. طب دوت معناها ايه؟ المكان اللي الكيرزر واقف فيه اعمل لي ايه؟ ها ديليت. بص ايه اللي حصل؟ هوبا دبل كيك راح مطير ايه؟ كل اللي موجود من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهايه الملف ماشي كده؟ واضحه يا شباب؟ يبقى تاني الدوت في الفيم معناها المكان اللي الكيرزر واقف فيه، علامه الدولار ساين معناها نهايه الملف. طيب كلام جميل. طب لو عايز اقول له من بدايه الملف لنهايته، من بداية الملف لنهايته هعمل ايه؟ من بداية الملف لنهايته موضوع بسيط جدا اهو. روح الاكسكيوشن مود من السطر رقم 1 لاخر الملف اعمل لي ديليت اهو يا سيدي. ايه رأيك؟ من اول سطر لحد اخر سطر اعمل لي ديليت. تعال اعمل اندو كده. بالمناسبة انا جيت عملت وليكن ديليت للسطر ده، عايز انفذ نفس الحاجه او اخر عمليه كنت بعملها. بص الدوت بيعمل ريدو. بص الدوت بيعمل ايه؟ دوت، عارف الدوت اللي هي النقطه، النقطه بتعمل ريدو. عارف ريدو اللي هو ايه؟ بيكرر اخر حاجه كنت عملتها. فلو اخر حاجه كنت عملتها كنت بتمسح سطر هيعمل ايه؟ هيمسح السطر التاني واللي بعده، هيفضل يمسح السطر ده، او مش يعني هيمسح هقول لك ايه، هيفضل يمسح السطر ده. طب السطر ده جه مكانه تكست جديد، هيمسح التكست الجديد، يعني هيفضل يمسح لاين في كل مره تضغط دوت. طب لو كانت اخر عمليه ها ان انت تمسح وورد، هيحذف وورد وبعد كده يحذف الوورد اللي بعدها وبعد كده يحذف الكلمه اللي بعدها وبعد كده الكلمه اللي بعدها وهكذا. يبقى دوت كانت بتشوف اخر عمليه انت كنت عملتها ايه وتروح تنفذها مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، كل ما تضغط دوت ينفذ نفس العمليه، بيكرر العمليه بكل بساطه. ها وضحت كده؟ يبقى اليو بيعمل ايه؟ ها اندو، انما الدوت بيعمل ريدو ماشي كده؟ ها وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. ماشي حلو جدا. طيب ناخد بقى بريك وبعد كده نرجع نكمل الفيم ماشي؟ ناخد بريك كده سريعا وبعد كده نرجع نكمل الفيم تمام؟ طيب ممتاز.